أعزائنا متابعي موقع سبيد، نعرض عليكم في هذا الفيديو قائمة بأرخص 10 سيارات في الشرق الأوسط، تم جمعها وترتيبها وفقاً لأسعار السيارات في المنطقة. ونبدأ معكم من المرتبة العاشرة والأخيرة، والتي احتلتها سيارة سوزوكي سويفت بسعر 64,900 ريال سعودي. وتتمتع السيارة بمحرك ذي 4 اسطوانات سعة 1.4 لتر يولد قوة 94 حصان، بينما يبلغ معدل استهلاكها للوقود 5.5 لترات لكل 100 كيلومتر. تليها سيارة هايونداي أكسنت بسعر 44,500 ريال سعودي، وتتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 106 أحصنة، مع معدل استهلاك للوقود لا يتجاوز 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر. وفي المرتبة الثامنة جاءت سيارة نيسان ميكرا بسعر 43,000 ريال سعودي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 99 حصان، ويبلغ معدل استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر. أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب فورد فيجو بسعر 42,800 ريال سعودي، مع محرك ذي 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر وقوة 98 حصان، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر. وجاءت نيسان صني في المرتبة السادسة بسعر بلغ 42,000 ريال سعودي، وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 99 حصان، مع معدل استهلاك يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر. كما جاءت رينو لوغان في المرتبة الخامسة بسعر 40,700 ريال سعودي، وتتمتع أيضاً بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 105 أحصنة، مع معدل استهلاك يبلغ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر. وإلى المرتبة الرابعة التي احتلتها شيفرولي سبارك بسعر 38,000 ريال سعودي، وتتمتع سبارك بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 86 حصان، بينما يبلغ معدل استهلاكها للوقود قرابة 6.5 لترات لكل 100 كيلومتر. وبسعر بلغ 33,700 ريال سعودي جاءت سيارة كيا بيكانتو في المرتبة الثالثة، وهي مزودة بمحرك ذي 4 اسطوانات سعة 1.2 لتر يولد قوة 85 حصان، ولا يتجاوز معدل استهلاكه للوقود 5 لترات لكل 100 كيلومتر. واحتلت المركز الثاني سيارة هايونداي اي 10 بسعر لا يتجاوز 30,500 ريال سعودي، مع محرك بأربع اسطوانات سعة 1.2 لتر وبقوة 85 حصان، ومعدل استهلاك يبلغ 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر. أما صاحبة المركز الأول على لائحتنا اليوم كأرخص سيارة في الشرق الأوسط فهي سيارة بروتون ساغا، والتي لا يتجاوز سعرها 29,000 ريال سعودي، وهي مزودة بمحرك ذي 4 اسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 75 حصان، وبمعدل استهلاك للوقود لا يتجاوز 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com.